ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، بعد التحية، مزيد من التفاصيل لديك عن آخر المستجدات حتى هذه اللحظة؟ نعم، ربما أبدأ بمستجدات الشارع اللبناني الذي يشهد في هذه الأثناء حالة من الهدوء غير المعهود عدة شهور منذ بداية العدوان الإسرائيلي الواسع على الأراضي اللبنانية. هذه الشوارع لم تكن بهذه الحالة على مدار الشهور القليلة الماضية جراء وجود أعداد كبيرة من النازحين والوافدين إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن مع بدء عودة النازحين في الساعات الأولى أو لوقت إطلاق النار ربما عاد الهدوء مرة أخرى إلى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، علما بأن أعداد ليست كبيرة هي التي بدأت في التوجه نحو المناطق في الجنوب أو في البقاع شرقي لبنان أو في معلبة اليرمن في الشمال الشرقي للدولة اللبنانية، ولكن حتى الآن هناك حالة من الارتياح في الشارع اللبناني وبدأت الحركة تعود إلى طبيعتها. ربما كان الشارع اللبناني متعطش لمثل هذا الهدوء وغياب الطيران الحرب الإسرائيلي من أجواء العاصمة اللبنانية بيروت وأيضا غياب المسيرات بشكل لافت، فبالتالي هذا هو التطور الأهم والأبرز في الشارع اللبناني في هذه الأثناء، وذلك بعد كلمات سياسية وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث أكد الرئيس نبيه بري في كلمته على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الشرعية للعمل مرة أخرى وتحديدا انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليكون هناك رئيس للبلاد خلال الفترة المقبلة، داعيا في إشارة ضمنية إلى ضرورة إنهاء الخلافات السياسية التي تعرقل انتخاب رئيس جديد للجمهورية للشهر 25 على التوالي. أيضا أكد على صمود الشعب اللبناني وحيى صمود اللبنانيين وخصوصا أهل الجنوب اللبناني الذين قاوموا الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأشهر القليلة الماضية، ودعا كافة المواطنين إلى التوجه إلى بلدتهم وقراهم في الجنوب اللبناني وفي مختلف أنحاء الدولة اللبنانية، كما وجه التحية لعدد من الدول الصديقة والشقيقة للبنان وخاصة بالذكر جمهورية مصر العربية التي قدمت الدعم للبنانيين في ظل هذه الأزمة واستقبلت أيضا أعداد كبيرة من اللبنانيين الذين تحدث على ضرورة الإعمار وضرورة تكاتف الشعب اللبناني وضرورة الوحدة بين كافة أطياف المجتمع اللبناني وخصوصا في ظل هذه الظروف التي اعتبرها الظروف الأصعب التي تمر على لبنان في تاريخه الحديث. كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تضمنت أيضا معاني ذات المعاني، وحيث أكد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعودة مؤسسات الدولة كبير للدولة اللبنانية على الجيش اللبناني في ضبط الأمن والاستقرار في الجنوب، علما بأن الجيش اللبناني عليه الرهان الأكبر في الاستقرار في الجنوب وفي تطبيق الاتفاق وفي تطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينص على أن يكون الجيش اللبناني هو الجهة الرسمية والشرعية الوحيدة، وأن السلاح في الجنوب يكون حصرا في يد الدولة اللبنانية وتحديدا في يد المؤسسة العسكرية، وأن يعاون الجيش في هذه المهمة عناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. أيضا الرئيس ميقاتي تحدث باستفاضة عن الدروس المستفادة من هذه الأزمة وأن هناك العديد من العبر التي يمكن استخلاصها وكيف توحد اللبنانيون وكيف أيضا كان للجيش اللبناني دور مهم خلال الفترة الماضية، وأيضا القطاع الصحي الذي تحمل أعباء لم يكن يتوقع أحد أن القطاع الصحي سيصمد في مواجهة هذه الأعباء وفي مواجهة هذه التحديات، ولكنه صمد ومر بالأزمة وأيضا مر بالأزمة بأقل الخسائر وتمكن من تقديم الدعم لكافة القطاعات وكافة المناطق. أيضا تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال صباح اليوم، والتي تضمنت التأكيد على قرار حكومي بالالتزام بتطبيق القرار 1701 وذلك عبر دعم الجيش اللبناني. كان هناك لقاء خاص أيضا بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وقائد الجيش اللبناني الذي حضر أيضا جلسة مجلس الوزراء، وتناول اللقاء الخاص بين ميقاتي والعماد جوزيف هون الأوضاع الأمنية في البلاد وأيضا خطة الجيش للانتشار في الجنوب اللبناني وسبل التطبيق الكامل. أيضا شهدنا على مدار الساعات القليلة الماضية تحركات للجيش اللبناني على الطرق المؤدية للجنوب، يبدو أن هناك أيضا أن الجيش اللبناني بدأ يتخذ بالفعل سلسلة من الإجراءات في هذا الأمر، وكان الجيش قد دعا
المواطنين لعدم الإسراع في التوجه إلى البلدات الحدودية، لأن هناك بعض الإجراءات التي سيقوم بها الجيش في هذه البلدات مع التريث في هذا الأمر للتأكد من سلامة هذه البلدات وسلامة المناطق التي استهدفها جيش الاحتلال. نعم، ربما انقطع الاتصال مع أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية الذي كان معنا من بيروت. أشكره على أي حال، وبالتأكيد سنتابع معه آخر المستجدات في إطار أي تطورات مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ صباح اليوم.